بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد أرفع التهنئة والتبريكات إلى مقام معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم، وإلى حضرة الأستاذ الدكتور محمد باقر محمد رشاد فخر الدين رئيس الجامعة. كما أبارك وأهنئ زملائي أعضاء الهيئة التدريسية بهذه المناسبة العطرة. اليوم بدأت رحلة جهادية جديدة في مسيرة التعليم العالي في هذه الكلية، رحلة ستكون امتداد للجهاد الذي بدأ في العام الماضي والذي تمثل في تطبيق التعليم الإلكتروني والذي أثمر عن إنهاء العام الدراسي بتفوق ونجاح لأبنائنا الطلبة. في هذا العام ستشهد الكلية والجامعة تطبيق التعليم المدمج، التعليم الإلكتروني المدمج، والذي يعد نقلة نوعية ممتازة في مسيرة التعليم العالي وبقيادة مباركة من معالي السيد وزير التعليم العالي. شكري وامتناني إلى معالي السيد الوزير لدعمه وإسناده لنا في تهيئة مستلزمات بدء العام الدراسي. شكرنا وامتناننا إلى السيد رئيس الجامعة لكل ما قدمه من دعم وإسناد لهذه الكلية من أجل انطلاقة طيبة للمسيرة الدراسية في هذه الكلية. تمنياتي إلى أخواني أعضاء الهيئة التدريسية بالموفقية والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي التدريسيون المحترمون، أبنائي الطلبة الأعزاء، أبارك لكم العام الدراسي الجديد، متمنيا لكم عاما دراسيا ناجحا حافلا بالعطاء والتميز، سيما وأنه تميز هذا العام بتطبيق نظام التعليم المدمج، حيث سعت كليتنا كلية الطب جامعة جابر بن حيان إلى توفير كل متطلبات إنجاح هذا التطبيق، إنجاح تطبيق هذا النظام من خلال توفير جدول مرن يوفر إمكانية تطبيق هذا النظام من خلال قاعات دراسية واستغلال الأمثل للمختبرات. كذلك نسعى إلى الحفاظ على رصانة ومكانة كلية الطب جامعة جابر بن حيان بعد أن كانت من الجامعات المستحدثة. نحن نطمح أن نكون من أوائل الجامعات خلال هذا العام من خلال تطبيق نظام المقررات ومن خلال سعي الطلبة إلى المواظبة ودعوتنا لهم إلى المواظبة والسعي الحثيث لإنجاح هذا النظام.